ثواني ونبدا رميه القفز او الجامبول والتعليمات الاخيره، واللعيبه بيسلموا على بعض، وهنوفيكم ايضا ببعض الاحصائيات وبعض النتائج للفرقتين اثناء التوقفات باذن الله. كاس السوبر والبدايه والجامبول الاول والاخير وبعد كده هيبقى حيازه تبادليه ما بين رنيم جداوي من الاهلي وهاجر عامر وزملاء سابقين، والحيازه اهلاويه. ايتالي لوكاس تبدا الهجمه للنادي الاهلي. ايتالي لوكاس مان تو مان نادي سبورت، سكرين من جنرال الفي، بينتريشن طلع الكيك اوت لنادين سلعاوه، رنيم جداوي تحت الباسكت، هاجر عامر وقع ورنيم واول تراي على الباسكت ما بتجيش، تحاول تاني على السكند شوت نادين وبتحاول تروح على الباسكت لكن تلمس اللاين وبتطلع اوت سايد لصالح نادي سبورتن. واصابه لي في الثواني الاولى يمكن في اول 10 ثواني، سلامات لهاجر عامر لعيبه نادي سبورتن وقائدته وكابتن منتخب مصر. هاجر عامر واصابه، واضح كده انها سبرين انكل او التواء في الكاحل. سلامات لهاجر، سلامات لهاجر عامر لعيبه الاهلي ولعيبه سبورتن بيطمنوا عليها. واضح كده بنزول الطبيب دكتور تيسير، واضح ان في شيء. سلامات لهاجر، الف سلامه لهاجر وكل لاعباتنا. طبعا هيضطر ان هو يغيرها كوتش حورس، طبعا قوه كبيره في نادي سبورتن تربك الحسابات، تم تغييرها بالفعل ونزلت نادين ياسر لاعبه رقم 13 من نادي سبورتن. اوتسايد للنادي سبورتن، اوتسايد سكندري. الاهلي بيضغط من اول ملعب مان تو مان. حبيبه حاتم واول اولى الاخطاء الشخصيه على حبيبه حاتم لاعبه النادي الاهلي، اولى الاخطاء الشخصيه. اوتسايد تاني، استلم تريم موسى من سبورتنج، القادمه من نادي الجزيره ومن قبلها سموحه وقبلهم الاهلي، تاخد السكرين تقف وتسلم لها مصطفى ومنار ايهاب والبنتريشن، لكن وقفها لها نادين سلعاوه. تسلم على طول لهلا مصطفى اللي بتخترق من الميدل وبتوصل، لكن اول بلوكات المباراه من رنيم جداوي، اولى البلوكات ومنع الباسكت في اخر 6 ثواني من زمن الهجمه. اوتسايد سكندري لنادي سبورتنج، هلا مصطفى تستلم معاها لوكاس، قطعت لها اسرار ماجد وعلى الميديم شوت، واولى نقاط المباراه وافتتاحيه اللقاء رنيم جداوي. نقطتين لنادي سبورتن عن طريق اسرار ماجد. نادين سلعوه خدت سكرين عدت، عايزه تعمل بيك اندرول في البيز لاين، تهوش لوكاس والميديم لوكاس وبتنجح لوكاس في تسجيل. نقطتين للنادي الاهلي تعادل بيهم النتيجه الى التعادل 2-2. منار ايهاب ومعاه سلعوه، بتحاول منار بتعدي جالها الهلب كويس او من جنى، تقلب الناحيه الثانيه لهلا مصطفى اللي قررت تخترق والبنتريشن، واولى الاخطاء الشخصيه على جنى الالف اللي بتعترضها بخطا شخصي ورميتين حرتين زي ما قال الكابتن عمرو زاهد. رميتين ليه سبورتنج على التنفيذ، هلا مصطفى تنجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. هلا على تنفيذ الرميه الحره الثانيه، هلا مصطفى تنجح ايضا في التسجيل، تعدل النتيجة إلى 4-2 لصالح النادي سبورتنج. 8 دقائق 40 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء أحداث الكوارتر الأول. رنيم جداوي واحدة من الإضافات الجديدة للنادي الأهلي في هذا الموسم. حبيبة حاتم بتلعب واحد على واحد، مش سايباها منار، بتسلم لرنيم جداوي تحت الباسكت، تلف وترتكز وتباصي لكن تتقطع في السكة وتخبط في إصرار ماجد وبتطلع أوتسايد لصالح النادي الأهلي. لكن الفكرة حلوة، الارتكاز كويس، الكت كان روعة من نادين سلعوه. لوكاس هطلع الاوت في اخر 5 ثواني من زمن الهجمه. رنيم جداوي تلف وترتكز وتشوط على الباسكت ما بتجيش، تلم على طول تحاول معاها تاني لكن نادين ياسر على السكند شوت او الديفنسيف ريباوند، تستلم الكره وتسلم لريم موسى، ريم عدت ريم لهلا مصطفى والثري بوينت اوبن شوت ما بتنجحش في التسجيل، تلم نادين ياسر تاني وادي اسرار ماجد والثري بوينت ثانيه لكن جنى الالفي في دقيقه تلم وتسلم على طول ودور على لوكاس. رنيم جداوي، رنيم هوشت حلو قوي، اخترقت وصلت نجحت في انها تاخد خطا شخصي ورميتين حرتين من اسرار ماجد او عفوا من نادين ياسر رقم 9. رميتين حرتين لرنيم جداوي.
اولى الرميات الحره رنيم جداوي على التنفيذ ما بتنجحش في التسجيل. لسه النتيجه زي ما هي 7 دقائق 52 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول، وما زالت النتيجه 4-2 لصالح سبورتنج. وما بتنجحش في الثانيه، تلم نادين ياسر على الديفنسيف ريباوند، طلع لاسرار ماجد على الفاست بريك، اسراره معاه لوكاس مستنيه الناس تعمل كات او تقطع. اسرار ما زالت في الملعب لمنار ايهاب، منار والواحد على واحد واخترقت ووصلت وتراي على الباسكت ما بيجيش على السكند شوت، لم على طول هاله هاله برضه تراي على الباسكت ما بينجحش في التسجيل، تلم جانا الالف وتطلع بالملعب، تبدا الهجمه تستنى لوكاس، لوكاس استلمت الكوره والثري بوينت لوكاس ما بتنجحش في التسجيل، لم على طول نادين ياسر من سبورتن لريم موسى، منار ايهاب واختراقات منار وقفت لها لوكاس، لكن نجحت منار في انها تاخد خطا شخصي على ايطالي لوكاس لعيبه رقم 6 ورميتين حرتين، رميتين حرتين لمنار ايهاب. ثلاث اخطاء على النادي الاهلي وخطا شخصي واحد على نادي سبورتنج. 7 دقائق 15 ثانيه منار ايهاب ما بتنجحش في تسجيل الرميه الحره الاولى. منار على التنفيذ الرميه الحره الثانيه، ما بتنجحش ايضا في التسجيل. صراع على الكره ينتهى عند مين؟ حسب اشاره الحكم اوت سايد على نادي سبورتن، وتغيير في صفوف سبورتن، خرجت منار ايهاب ونزلت مونيك راد لاعبه نادي سبورتن. اوت سايد اهلاوي، لوكاس سلمت لحبيبه وسكرينات حبيبه الرنيم جداوي، رنيم بتحاول تلعب واحد على واحد مع هاله مصطفى، تسلم ليه نادين سلعوه بيطالب بفتح الملعب، نادين لسه معاها الكره، نادين بتسلم لحبيبه وبتريشن حبيبه وتوصل بشمالها ما بتنجحش في التسجيل على السكند شوت، على طول رنيم جداوي تنجح في اضافه نقطتين، لكن فص بريك سريع قوي من نادي سبورتن في غفله دفاعيه من النادي الاهلي، على طول يعدل النتيجه لستة 4 لصالح نادي سبورتن. لوكاس ايطالي لوكاس، لسه لوكاس مستنيه السكرين والكات، قطعت حلوه قوي لكن تخطف في السكه وتعمل الستيل على على طول مونيك ريد تخبط في رجل، ولا هنا في ايه؟ هنا في خطا شخصي على حبيبه حاتم واوت سايد لنادي سبورتن. توتال فاولات على النادي الاهلي 4 اخطاء شخصيه، اما نادي سبورتن خطا شخصي وحيد. اي فاول على النادي الاهلي على طول برميتين حرتين. في تغيير قادم في صفوف النادي الاهلي، فريده وائل بتسخن، وادي ريم موسى سلم لمونيك ريد تحت الباسكت بتلف وترتكز، لكن هنا دفاع قوي من جنى الالفي ونادين سلعاوي على طول بترتكب معاهم خطا المشي بالكره واوت سايد اهلاوي. زي ما قلت لحضراتكم فريده وائل مكان حبيبه حاتم، فريده وائل القادمه من هليوبلس والموسم الثاني على التوالي مع النادي الاهلي. رنيم جداوي خدت السكرين سلعاوي والبيك اند رول، قطعت لها سلعاوي حلوه والباس، لكن الفينش ما كانش قد كده، تلم على طول نادي سبورتن، اسرار ماجد تقف اسرار وتهدي على ملعبها، تسلم لنادين ياسر، نادين لريم موسى خدت سكرين عدت بنتريشن باصت لهاله شوطه لهاله ما جابتش، تراي تاني على السكند شوت طلع ليه ريم موسى، ريم والباص حلو قوي من ريم موسى لنادين ياسر ينجح على طول في تسجيل نقطتين. ما زال النادي الاهلي يبحث عن نقاط قوته في دفاعاته، نقطتين لنادي سبورتنج وتغيير للنادي الاهلي، خرجت جانا الالفي المصعده من تحت 18 سنه ونزلت مكانها نور علي طلعت، ونقطتين وخطا شخصي على فريده وائل، والاند وان لنادين ياسر اللاعبه رقم 13 من نادي سبورتنج. نجحت في التسجيل نادين، تعدي النتيجة إلى 9 سبورتنج 4 الأهلي، 5 دقائق 40 ثانية على انتهاء الكوارتر الأول. وادي لوكاس على طول بترد بنقطتين، مونيك ريد لسه مونيك معاه الكرة تسلم لهالة مصطفى اللي لقت الطريق فاضي، سلمت تحت الباسكت لكن على طول بالمرصاد نور علي طلعت تعمل السيل وتسلم لإيطالي لوكاس، لوكاس لسه الكرة مع لوكاس، لسه الكرة مع لوكاس،
عايزه تباصي، لكن في هنا ايه؟ في هنا خطأ ولا فاول؟ خطأ شخصي على مونيك ريد. مونيك ريد اولى الاخطاء الشخصيه وتاني الاخطاء الشخصيه على فريق سبورتنج. اوتسايد اهلاوي، 14 ثانيه زمن الهجمه. رنيم جداوي طلعت لنادين سلعاوة قبل الخمس ثواني. نادين بيلعب الانسايد، رنيم جداوي وبيز لاين حلوه قوي، ونقطتين لرنيم جداوي على طول يطلع نادي سبورتن. هنا بقى محتاج الاهلي يرجع بسرعه، سرعات لازم اسرع من كده في الرجوع. مونيك ريد لسه معاه الكوره بتسيطر عليها، تسلم ليه؟ ريم موسى. ريم بتاخد السكرينات، اخر سبع ثواني في زمن الهجمه. هلا مصطفى والثري بوينت هلا ما بتنجحش في التسجيل. رنيم جداوي على طول بتلم، سلم للوكاس، لرنيم تاني، رنيم جداوي لا سلعوه وتراي على الثري بوينت سلعوه، لكن ما بتنجحش في التسجيل. تقع كره من مونيك ريدلك تسيطر عليها هلا مصطفى، سلم على طول لريم موسى وبتجري على الفاست بريك، طلع كيك اوت لاسران ماجد من البيز لاين بنتريشن لمونيك ريد على 3 بونت، لكن وقفت لها رنيم جداوي بالمرصاد والفيد اواي لكن قصيره، لمت على طول لوكاس، تجري لوكاس بالفاست بريك وتبدا الهجمه. لوكاس لفريده وائل مستني اللي قطع، لكن هلا مصطفى تقطع في السكه وعملت الستيل، تسلم لاسران ماجد، لازم هنا نرجع بسرعه. قطعت نادين ياسر لازم تحت الباسكت، لكن ستيل حلوه قوي من نور علي طلعت تسلم على طول رنيم جداوي اللي بتنجح في تسجيل نقطتين من فاست بريك عشان سجل اول تقدم للنادي الاهلي 10-9. 3 دقائق 45 ثانيه على انتهاء الكوارتر الاول. دفاع قوي من النادي الاهلي. وادي مونيك ريد سلمت لهلا مصطفى، اسرار ماجد على الثري بوينت ما بتنجحش في التسجيل، لمت على طول لوكاس، لوكاس لسه الكره مع لوكاس، ايطالي لوكاس ايطالي سلمت لنور علي طلعت تحت الباسكت، طلعت ليه رنيم جداوي تاني. رنيم عايزه البنتريشن، دخلت وصلت لنادين سلعاوه، بنتريشن من الميدل وصلت نادين، نجحت نادين في تسجيل نقطتين كمان توسع الفارق الى 3 نقاط 12-9 لصالح النادي الاهلي. 3 دقائق 10 ثواني على انتهاء الكوارتر الاول. وادي ريم موسى وبلوك، لكن كابتن نانسي شافت ان في اعتراض على نور علي طلعت وحسبت عليها خطا شخصي، خطا شخصي برميتين حرتين لريم موسى. هاجر عامر في تبديل مكان نادين ياسر، رجعت بالسلامة، سلامات طبعا ليها ولكل لاعباتنا. وادي ريم موسى على التنفيذ الرمية الحرة الأولى، نجحت في تسجيل الرمية الحرة الأولى، 6 رميات للنادي سبورتنج نجح في تسجيل 4، أما الأهلي رميتين لم ينجح في تسجيل أيا منهم. وادي الرمية الحرة الثانية تنجح أيضا في التسجيل ريم موسى. لوكاس إيطالي لوكاس لرنيم جداوي، رنيم هي اللي بتبدأ الهجمة، سلم لفريدة وائل وتاخد السكرين، فريدة لنور علي طلعت. وادي نادين سلعاوة واختراقات نادين لفريدة وائل، أوبن شوت على 3 بوينت وتنجح في تسجيل 3 نقاط، الثالثة ثابتة يا فريدة، نجحت بعد 3 محاولات في تسجيل اولى 3 بوينت للنادي الاهلي. هاجر عامر الكيك اوت لاسرار ليه؟ هلا مصطفى باص تحت الباسكت، خبطت في ايد نور علي طلعت، لو كانت ثابتها كانت هي اطول من لازم طلعت اوت، لكن خبطت في ايديها وطلعت اوت سايد لصالح نادي سبورتنج. اوتسايد سكندري 15-11 دقيقتين 32 ثانية على انتهاء زمن الكوارتر الأول، 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمة. هاجر عامر كابيتانو نادي سبورتن اللي شاط 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل، لوكاس على طول يتلم وتبدأ الهجمة. لوكاس لوكاس طلبت السكرين، جالها السكرين راحت عكس السكرين، وقفت وشاطت ونجحت في تسجيل نقطتين كمان لإيطالي لوكاس. ايطالي لوكاس توسع الفارق الى 6 نقاط 17-11 لصالح النادي الاهلي. مونيك ريد عايزه تضيق الفارق، لكن اير بول هاجر عامر بتحاول معاها ما بتنجحش وتطلع الكره اهلاويه. 6 محاولات على 3 بوينت للنادي سبورتنج لم ينجح في تسجيل ولا محاوله، اما النادي الاهلي 3 محاولات نجح في تسجيل
محاولة وحيدة. تايم اوت تطلبه الكوتش حورس مدرب نادي سبورتين. تعالوا نسمع التعليمات مع بعض ونرجع لحضراتكم مرة تانية. باص اطلع الخمسيه تطلع هنا اهو واحد هينزل الناحيه دي. لو مات وان بيلعب وان عدل الراجل ده يطلع ياخد الكوره ويتفرج على بيك اند رول والرول ينزل لغايه تحت. لو بيلعب زون يلعب فلاش يلعب زون يلعب فلاش يور مان سيلعب من اول ده التايم اوت اللي طلبه كوتش حورس. نسمع نشوف ايه التعليمات. تقدم النادي الاهلي بالست نقاط في اخر دقيقتين من احداث الكوارتر الاول. ايتالي لوكاس ونفس التشكيل للفرقتين. نادي سلعو لوكاس تحت الباسكت والفيداوي لوكاس ونقطتين كمان لايتالي لوكاس. نقطتين للنادي الاهلي يوسع الفرق الى 8 نقاط. ريم موسى زون ديفنس على النادي الاهلي. اسرار ماجد اطعلى هاجر عامر لكن معاه دفاع قوي. طلع كيك اوت لمونيك ريد وعلى الثلاثه بونت تنجح في تسجيل اولى الثلاثيات مونيك ريد عشان تضيق الفرق الى 5 نقاط. فريده وائل وعايز تلعب واحد على واحد. سلم على طول نور علي طلعت اللي عايزه ترد على طول ب 3 بوينت وتنجح في تسجيل والرد سريعا ياتي عن طريق نور علي طلعت. 3 نقاط في كعبه النادي الاهلي في اخر دقيقه و13 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الاول. مونيك ريد قلبت الملعب الناحية الثانية لريم موسى اللي هوشت واخترقت طلعت الكيك اوت لاسرار ماجد شاطت من البيز لاين نجحت هي كمان في الرد السريع. سخنت المباراة وحلوة المباراة. ده الفارق ثاني ل 22 17. لوكاس تأتي بالرد ايضا لم تأتي ولم يحالفها الحظ. حاول تراعي على الباسكت كده لكن هنا في خطأ شخصي على رنيم جداوي رقم 15 ترتكبه امام هاله مصطفى برميتين حرتين وتغيير. خرجت ريم موسى من سبورتن ونزلت اسرار جينا حلمي عفوا اللي نزلت. خرجت ريم موسى وجينا حلمي هي اللي نزلت ورميتين حرتين او عفوا رميتين يا جماعه رميتين ده خطا مش فورسين رميتين صح كده. 22 الاهلي 17 سبورتين. 48 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الأول. هلا مصطفى وعلى تنفيذ الرمية الحرة الأولى تنجح في التسجيل. ده الفارق إلى 4 نقاط. وادي الرمية الحرة الثانية تنجح أيضا في التسجيل. ده الفارق إلى 3 نقاط. نادين سلعوة هي اللي هتقوم بدور صانع اللعب. نادين عدت نادين طلبت السكرين خدت السكرين سلمت لرنيم جداوي. رنيم ليه فريده وائل. فريده على 3 بوينت لكن ما بتنجحش التسجيل. هلا عامر هاجر عامر على طول بتلم سلم لاسرار ماجد لجينا حلمي. جينا دفاع قوي من فريده وائل على مونيك ريد من تمن النادي الاهلي قلب تاني. هلا مصطفى لجينا ليه هلا مصطفى تاني تحت الباسكت مونيك ريد لكن هنا كابتن نانسي قالت ايه مخالفه الثلاث ثواني على مونيك ريد لاعيبه نادي سبورتن. اعتراضات ١١ ثانية على طول كابتن حرس بيطالب لعيبته بالضغط على لاعيب النادي الاهلي لكن لوكاس استلمت الكرة في اخر خلاص العشر ثواني الاخيرة. لوكاس هي اللي هتفنش هي اللي هتقف هي اللي هتشوط هي اللي تنجح في التسجيل بنقطتين توسع الفارق الى 5 نقاط وعشان ياتي معها انتهاء زمن احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 24 19. استراحه دقيقتين ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.